لا المغرب قادره اكيد لاستضافه كاس العالم، مش كاس افريقيا فقط، لكن البنيه التحتيه، الفنادق، الاقامه، الطرق، المواصلات، الاعاشه، الانترنت، الاتصالات، لا الامور كلها الحمد لله تسير بشكل جيد والكل مستمتع. وانا زي ما قلت لك هذه البطوله هي بروفا لاستضافه المغرب لكاس الافريقيه 2025 باذن الله يروفل. وعلى المستوى مش هقول على المستوى التنظيمي فقط، حتى على المستوى الفني اللاعبين والاجهزه الفنيه تتحدث على ان البطوله في المغرب لها شكل ومستوى مختلف تماما. والمغرب على المستوى البنيه التحتيه لا يعني نفس الامور التنظيميه اللي شفناها في قطر، يعني الدول العربيه قادره على استضافه ابرز الاحداث. ونجاح قطر اعتقد هيكون رساله جيده ان المغرب ايضا تستطيع ان تنظم كاس العالم للانديه، كاس افريقيا، كاس العالم للمنتخبات الكبرى ان شاء الله خلال السنوات القادمه.